لسه مكملين مع فريق يد الزمالك واللي هيبدأ مشواره في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري يوم السبت 1 أكتوبر اللي جاي، هيكون إن شاء الله مع فريق ريد ستار الإيفواري في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالبطولة اللي هتتلعب في تونس في الفترة إن شاء الله من 30 سبتمبر لحد 9 أكتوبر اللي جاي. الاتحاد الافريقي لكرة اليد اعلن النهارده مواعيد مباريات الدور الاول من البطولة اللي كوماندوز الزمالك طبعا هو حامل اللقب في اخر ثلاث نسخ ما شاء الله، يعني عقبال الرابعة، وكمان صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة يعني 12 مرة بالظبط. يعني الزمالك بيلعب في المجموعة الاولى مع اندية الافريقي التونسي فاب الكاميروني ريد ستار الايفواري ومولودية الجزائر. انا شايفة انها مش مجموعة سهلة، يعني طبعا خليني اقول لكم مواعيد الماتشات زي ما قدامكم على الشاشه. السبت 1 اكتوبر الزمالك مع ريد ستار الايفواري الساعه 8 مساء، ده ماتش يعني اهو معقول. الحد 2 اكتوبر الزمالك مع مولوديه الجزائر 8 مساء، ده ماتش صعب وكلنا شفنا المولوديه، ولكن الزمالك لو قدر يتدارك الاخطاء ويركب المباراه من الاول ويسيطر على مجريات المباراه الدنيا هتبقى اسهل، ولكن الزمالك مضغوط في الماتشات، فاحنا بنتمنى بس ان احنا ايه خطوه خطوه كده مع بعض. الاثنين 3 اكتوبر الزمالك وفاب الكاميروني 8 مساء، برضو الماتش مش اسهل حاجه على الاطلاق، يعني يعدي بس مش سهل. الاربعاء 5 اكتوبر الزمالك والافريقي التونسي 6 مساء، يعني عندك ماتشين تقال في المجموعه، ماتش سهل شويه ماتش نص نص، فالمجموعه مش سهله، المجموعه صعبه، ولكن كل التوفيق لرجالتنا. وصعبه مفيش حاجه صعبه على الزمالك وعلى كوماندوز الزمالك، ولكن انا بتكلم في تلاحم البطولات وتلاحم المباريات ورا بعض كتير يعني، ولكن ان شاء الله هم دايما بيكونوا موجودين في الميعاد. اما عن الفريق الاول لكره اليد السيدات بالزمالك، لعب مباراه وديه النهارده مع فريق قرين الكويتي وفاز بنتيجه 32-23 في صاله النادي، وده استعدادا للجوله الرابعه من بطوله الدوري. فريق يد السيدات هيتدرب بكره وبعده في النادي، وبعدها هيسافر زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من المباراه، وبعدها هيسافر لاسكندريه لمواجهه اصحاب الجياد يوم السبت اللي جاي في الجوله الرابعه من الدوري. ان شاء الله بكره هتكتمل صفوف الفريق بانضمام الرباعي الدولي بسمه مدحت، سهيله خالد، حبيبه جلال، ومريم عمر، المتواجدات طبعا في معسكر المنتخب الوطني من يوم الاحد اللي فات.